بوابة الأهرام، ومنها نقرأ: على مدار 4 أيام وزراء حكومة مدبولي أمام لجان النواب واجتماعات مكثفة لإعداد تقارير الأداء. تستأنف لجان مجلس النواب اجتماعاتها بصورة مكثفة على مدار 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، في حضور عدد من الوزراء المعنيين لمناقشتهم في البيانات التي أدلوا بها تحت قبة البرلمان على مدار الجلسات العامة الماضية. كما تناقش اللجان النوعية عددا من مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية المهمة والمحالة إليها من رئيس المجلس، وتناقش اللجان البيانات التي ألقاها كل من وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والخارجية والقوى العاملة والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى بيان وزيرة البيئة والطيران المدني والسياحة والآثار والأوقاف والمالية والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق العامة. ومن المقرر بعد انتهاء اللجان النوعية من مناقشة بيانات الوزراء أن تقوم بإعداد تقارير عنها لتقديمها إلى هيئة مكتب مجلس النواب.